فلا يجوز أن يذكر هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول إن الكسوف أو الخسوف سيحصل في يوم كذا وكذا، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا، هذا من علم الحساب، من سير القمر وسير الشمس، هذا يعرفه الحسابون من قديم، ليس هو من علم الغيب، لأنه يدرك في الحساب، والذي يدرك في الحساب هذا ليس من علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: